الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده هجرتين، فالهجرة الثانية تاعو هاجر مع سيدنا أبو بكر الصديق. الهجرة الأولى مع من هاجر؟ زيد بن حارثة. إجابة صحيحة، زيد بن حارثة هو من رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى الطائف. سؤال ثاني يقول كم مرة ذكر اسم رمضان في القرآن الكريم؟ مرة وحيدة. كي قالهم رمضان، تعرف الآية متاع فاش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه هي. سؤال ثالث يقول كم عدد الصور اللي ابتدأت بثلاثة أحرف؟ ألف لام ميم ألف راء هدوم. عندك 10 13 ولا 15؟ مو 13 مرة. إجابة صحيحة. سؤال آخر، جاوبوا عندك هدية. سؤال الرابع والأخير يقول جاوب عندك هدية، ركز مليح. هو سهل، من أول من استشهد في الإسلام؟ استشهد الأول في الإسلام سمية اليسر. سمية من آل ياسر، هي أول من استشهد في الإسلام وأول امرأة استشهدت في الإسلام. يعطيك صحة، مبروك عليك، فزت معنا بالهدية، نعطيك الهدية تاعك. صحة رمضانكم، تصوموا بالصحة ولهنا، وإن شاء الله قناة الوطنية تروح في الصدارة، وإن شاء الله ربي يوفقكم في أعمالكم الخيرية إن شاء الله يا ربي.